بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة الثانية اللي هي بالليفر إنزيم. كنا في المحاضرة السابقة تكلمنا على البيلوروبين ميتابوليزم وشفنا كيف حركة البيلوروبين كجانب فيسيولوجي، وبعدين تكلمنا على الهيموليتيك أنيميا إيش اللي يحصل فيها، وعلى البيلوري إبستراكتيف ديزيز، وعلى الهيباتوسيرور إنجري. وصلنا في النهاية إنه ما نقدرش نفرق بين الهيباتوسيرور إنجري وبين البيلوري إبستراكتيف ديزيز إلا بالليفر إنزيم. فتعالوا اليوم نتكلم على الليفر إنزيم ونشوف من فين بتطلع الليفر إنزيم. النقطة الأولى، الليفر إنزيم في معنى الآتي: في معنى أول إنزيم مشهور اللي هو الألالين ترانس أمينيز اللي يسميه الALT، أو كان اسمه القديم يسموه GBT. النورمال رينج ده حقه up to 40 يونت بير لتر. الإنزيم الثاني نسميه أسبارتيز ترانس أمينيز اللي هو الAST، اللي هو نسميه كان زمان الGOT. ده كمان نفس الوضع، النورمال رينج بتاعه من up to 40 يونت بير لتر. الانزيم الثالث المهم يسموه الكالاين فوسفاتيز، وده نختصر ونقول عليه الالب. ده النورمال رينج حقه في فاريشن كبير جدا في النورمال رينج، من 64 الى 306 يونت بير لتر. الانزيم الرابع اللي يسميه جاما جلوتاميل ترانسفيريز اللي يسموه GGT، وذا النورمال رينج إلى up to 55 يونت بير لتر. طبعا في إنزيمات كثيرة في الفايف نوكليوتيدز، لكن إحنا بالنسبة لنا يهمون الأربعة الأساسيين كروتين. طيب، النقطة المهمة جدا اللي نشين نتفق عليها، نتخيل هذه اللي أمامكم الآن، هذه هيباتوسايت. عاوزين نشوف الإنزيمات حق الليفر فين موجودة وكيف تطلع. الآن زي ما أنتم شايفين في السيتوبلازم في معانا الALT والEST. الALT والEST، الEST موجودة في السيتوبلازم، وموجودة كمان اللي هي باللون الحمراء اللي هي الميتوكوندريا، فموجودين في داخل السيتوبلازم للهيباتوسايت. جميل. النقطة المهمة اللي نتفق عليها إنه الهيباتوسايت بتروح بتطلع other two enzymes، ولو ما تطلعهم ترميهم في الممبرين اللي هم الGGT، طبعا ده السيتوبلازم، اللي هم الGGT والألب. فالهيباتوسايت بتطلعهم وبالتالي بتخليهم بترميهم في الممبرين اللي هم الGGT والألب. طيب، هذا الممبرين طبعا اللي فيه طبعا الGGT وفيه الألب. النقطة المهمة، تعالوا نشوف الفروق اللي بينهم الALT والأست والألب والGGT. أول أمر، النورمال رينج تكلمنا عليهم قبل شوية، إنه الALT up to 40 والAST up to 40 والGGT up to 55. وقلنا ان الألب ده في فاريشن كبير، اي كيتس حنشوفه نورمال رينج حقه يختلف من كيتس من ريفرنس، في خلاف كبير، وحقول ليش هذا الخلاف. احنا اتفقنا انه حنمشي على من 64 الى 306. طيب، النقطه الثانيه اللي هي السايت، فين تواجدهم؟ بالتاكيد الALT موجود في السيتوبلازم فقط، وهذا يدل على انه سبيسيفيك للهيباتوسايت لانه موجود فقط في السيتوبلازم. الAST موجود، تخيلوا، في السيتوبلازم، موجود في الميتوكوندريا، موجود في السكيليتال ماسلز، موجود فيها الAST، فبالتالي هو نون سبيسيفيك. النقطة الثانية اللي هو الألب، الألب كمان موجود في الممبرين، موجود في الانتستين، موجود في البون، موجود في البلاسنتا، فبالتالي هذا يفسر وجوده في، حتى موجود ممكن في الار بي سيز، هذا يفسر انه وجوده في اكثر من مكان، ان النورمال رينج حقه يختلف من ريفرنس الى ريفرنس اخر. الGGT برضه موجود فقط في الممبرين. طيب، النقطة الثانية، تعالوا نتفق انه هذه هيباتوسايت، وانه حصل البايل اوبستراكشن او حصل ستيسيس، يعني البايل ما عاد قدرش تتصرف، حصل قفلة او حصل انسدت البايل، فبالتالي ما قدرش تتصرف. ايش اللي حيحصل؟ اللي حيحصل الآتي: لو ما تنسد البايل وتظل البايل ما قدرش تتصرف، يحصل انها تعمل اروجن في الممبرين. فهذا شايفين كيف حيحصل اروجن في الممبرين. مش اتفقنا ان في الممبرين في معنى الألب وفي معنى الGGT، الألب اللي هو الالكالاين فوسفاتيز، ومعنى الGGT اللي هو الجاما جلوتاميل ترانسفيريز، دول لانه حيحصل اروجن فحيحصل لهم ماركت انكريز، فبالتالي نجي نقول حيحصل ماركت اليفيتد للألب وماركت اليفيتد للGGT في حاله البيلوري اوبستراكتيف ديزيز
اعيد ليش حصل لهم ماركت اليفيتد؟ لانه ستيت الستيسس للبايل بتعمل ايروجن في الممبرين، والممبرين زي ما اتفقنا فيه الالب وفيه الجي جي تي، فبالتالي يحصل لهم ريليزنج. فلو ما يحصل لهم ريليزنج يصبح حاجه بنسميهم يكونوا ماركت اليفيتد. كيف نعرف انهم حصل لهم ماركت اليفيتد؟ نروح نضرب في النورمال رينج، نضربها في 2.5. فاحنا اتفقنا انه هنا الى اب تو 306، فنضربها في 2.5 حيطلع لنا القلب الى 765. لو ما نشوفه 765 نقول هذا اذا حصل ماركت اليفيتد. نفس الوضع بالنسبه للجي جي تي، نضربه في 2.5 فبالتالي حيوصل كمان الى 150. اذا النقطه المهمه في البيري اوبستراكتيف ديزيز، القلب اللي هو الالكالين فوسفاتيز والجي جي تي حيحصل لهم ماركت اليفيتد. ليش حصل لهم ماركت اليفيتد؟ لانه حصل اروجن في الممبرين. طيب بالنسبه للاي ال تي والاي اس تي، احنا اتفقنا انهم داخل السيتوبلازم، ممكن يكونوا نورمال وممكن يحصل مايلد اليفيتد، لانه ساعات الاروجنز ده اللي كسر الممبرين ممكن يكسر السيل كلها، فلو ما تتكسر السيل كلها حيطلع الاي ال تي وحيطلع الاي اس تي، فممكن نحصلهم مايلد اليفيتد او نحصلهم نورمال. اذا عاوزين نتفق على البلري اوبستراكتيف ديزيز ان فيها ماركر لهم فائده تشخيصيه غير عاديه. وانس ان احنا شفنا القلب ماركت اليفيتد وشفنا الجي جي تي ماركت اليفيتد، هذه على طول بلري اوبستراكتيف ديزيز. طيب النقطه الثانيه، تعالوا نشوف الهيباتوسيلولار انجري لما يحصل برينكيماتس، لما يحصل انفلاميشن في الليفر. احنا اتفقنا يا معنا اكيوت يا معنا كرونيك. ما معنى اكيوت؟ أكيوت إنه ماسيف سيل أو عدد كبير من السيل حصل لهم ديستراكشن. الآن حنشوف كيف لما يحصل ديستراكشن. حصل طبعًا لابد ما يحصل ماسيف ديستراكشن لعدد كبير من الأر بي سيز إنه حيصبح الإي ال تي والإي اس تي ماركت إليفيتد. طيب كيف إنه نعرف إنهم حصل لهم ماركت إليفيتد؟ نروح نضرب النورمال رينج في 6 في 6. فتخيلوا هو احنا قلنا up to 40 لما نضربه في 6 حيطلع 240. وانس ان احنا شفنا الاي ال تي 240 او الاي اس تي 240 يعتبر ده ماركت اليفيتد. طيب الان بالتاكيد حيحصل ماركت اليفيتد لانه حيحصل ماسيف ديستراكشن للهيباتوسايت. زي ما انتم شايفين معظم الهيباتوسايت حصل لها ديستراكشن، فبالتالي كل اللي في السيتوبلازم كلهم خرجوا الاي ال تي والاي اس تي، وبالتالي حيحصل ماركت اليفيتد بالنسبه للاي ال تي والاي اس تي، حتظل خلايا بسيطه موجوده. طيب في ناحيه الكرونيك، الكرونيك واضح انه حاجه مزمنه، يعني بيحصل ديستراكشن لعدد بسيط من الهيباتوسايت، فبالتالي حيحصل مايلد اي ال تي اليفيتد للاي ال تي والاي اس تي، حيكون مايلد الاليفيتد. ليش مايلد؟ لانه حيحصل ديستراكشن لعدد من الخلايا وعدد ثاني موجود، فبالتالي نقول حصل مايلد اليفيتد، نقول هذه كرونيك. طيب تعالوا الان نلخص هذا الكلام اللي قلناه. الان معنا هيباتوسيلولار انجري اللي قلنا عليها برينكيماتس اكيوت وكرونيك، ومعنا البيلري اوبستراكتيف ديزيز، ومعنا الانزيم اللي هي الاي ال تي والاي اس تي والالب والجي جي تي. في الاكيوت بالتاكيد الاي ال تي والاي اس تي ماركت اليفيتد. ليش ماركت اليفيتد؟ لان الاكيوت حيحصل ماسيف ديستراكشن للهيباتوسايت وهم موجودين في السيتوبلازم، فحيحصل ماركت اليفيتد. بالنسبه للقلب والجي جي تي حيحصل مايلد اليفيتد، لانه اساسا هم موجودين في الممبرين والهيباتوسايت هي اللي تصنعهم، فلانهم موجودين في الممبرين فحيحصل ريليزنج لهم وحيكون مايلد. بالنسبه للكرونيك بالتاكيد الاي ال تي والاي اس تي حيكونوا مايلد. ليش مايلد؟ لانه زي ما قلنا حصل ديستراكشن لعدد معين من الهيباتوسايت، بينما في القلب والجي جي تي حيكونوا يا نورمال يا مايلد. بالنسبه للبلري اوبستراكتيف ديزيز بالتاكيد الاي ال تي والاي اس تي حيكونوا يا نورمال يا مايلد، لكن بالتاكيد في البلري اوبستراكتيف ديزيز وهذه ما تنسوهاش حيحصل ماركت اليفيتد بالنسبه للالكالاين فوسفاتيز وللجي جي تي، حيحصل ماركت اليفيتد. جميل. الآن تعالوا البلروبين اللي أخذناه في المحاضرة السابقة نركبه على كل الحالات الموجودة مع الإنزيمات. إحنا معنا حالة شخص نورمال، ومعنا ممكن الـ HA اللي هيموليتك أنيميا وأكيوت هيباتيتس وكرونيك هيباتيتس والبلري أوبستراكتيف ديزيز.
بالتاكيد لو ما يكون الشخص نورمال بالتاكيد كل شيء نورمال، التوتال بيلوروبين نورمال، الان كونجيجيتد نورمال، الكونجيجيتد نورمال، الانزيمات كلها نورمال، حتى الستول حيكون براون طبيعي، واليورين حتى حيكون طبيعي، موجود اليوروبينولوجين بشكل طبيعي ولون اليورين طبيعي. طيب لو ما يكون هيموليتيك انيميا، احنا اتفقنا في الهيموليتيك انيميا انه حيزداد التوتال بيلوروبين، صحيح اتفقنا زاد التوتال بيلوروبين. من اللي زود التوتال بيلوروبين في حاله الهيموليتيك انيميا؟ اللي زوده بالتاكيد الانكونجيجيتد، لانه هو اللي طلع من الار بي سيز، فهو اللي زوده بالتاكيد. الكونجيجيتد ممكن يزداد لكن بشكل اقل، لكن الاساس في الزياده اللي هو الانكونجيجيتد. بالتاكيد الليفر انزيم حتطلع نورمال، ال تي نورمال والاي اس تي نورمال، وبالاضافه الى الالب نورمال والجي جي تي نورمال. الستول هنا حيكون دارك، بالتاكيد دارك. ليش دارك؟ لانه كميه الانكونجيجيتد عاليه جدا، وبالتالي حيزداد الكونجيجيتد، وبالتالي حيزداد الستيريكوبيلينوجين، وبالتالي حيكون الستول دارك. بالتاكيد اليورين حيكون طبيعي، اللون طبيعي، لكن حيزداد اليوروبيلينوجين. ليش ازداد اليوروبيلينوجين؟ لانه ازداد الستيريكوبيلينوجين. بالنسبه للاكيوتي باتايتس بالتاكيد التوتال بيلوروبين عالي، بالتاكيد. من اللي زاد في الاكيوتي باتايتس؟ من اللي علّى التوتال بيلوروبين؟ هل هو الان كونجيجيتد ولا الكونجيجيتد؟ بالتاكيد هو الكونجيجيتد. فالان كونجيجيتد ده ممكن يزداد بحاجه بسيطه، لكن اللي يزداد بشكل ماركد اللي هو الكونجيجيتد. ما دام قلنا اكيوتي باتايتس بالتاكيد الالب والاي اس تي، الالت والاي اس تي حيكونوا ماركد اليفيتد، هيكونوا ماركت إليفيتد، لأنه قلنا حصل أكيوت، فكل لأنهم موجودين في السيتوبلازم، فحيطلع كل الإنزيمات اللي موجودة في السيتوبلازم. لكن الألب والجي جي تي كأكيوت هيكونوا مايلد إليفيتد. بالتأكيد الستول هيكون بيل، بالتأكيد. ليش بيل الستول؟ لأنه أكيوت هيباتايتس، إنفلاميشن في الليفر، فما قدرش تطلع الكونجيجيتد، فبالتالي ما فيش ستيريكوبيلينوجين، وبالتالي حيصبح الستول بيل. بالتأكيد اليورين دارك. ليش اليورين دارك؟ لأنه هذا أكيوت، فبالتالي اللي زاد زي ما انتم شفتوا ماركد في الزيادة اللي هو الكونجيجيتد، فبالتالي ده الكونجيجيتد حيروح للووتر سوليبل، حيروح للبلد، ومن البلد إلى الكدني، ومن الكدني حينزل في البول، وهو حيكون يعطي الدارك يورين أو الكالر لليورين. طيب بالنسبة للكرونيك، أكيد الكرونيك ممكن في حالة ودي حنناقشها حيزداد التوتال بيلوروبين. الانكونجيجيتد حيزداد، لكن اللي حيزداد اكبر اللي هو الكونجيجيتد. بالتالي الاي ال تي والاي اس تي دول مايلد اليفيتد، الالب والجي جي تي كمان مايلد اليفيتد، الستول بيل، واليورين دارك. هنا نقطة مهمة نشيل نتفق عليها، هذه الحالة ما تحدثش في الكرونيك الا اذا كانت كرونيك اكتف هيباتايتس، لان احنا حنناقش في الحالات كرونيك بيرزيستنت، حنشوف غير هذه الماركر، حنناقشها ان شاء الله في ساعتها. اخر حاجه تعالوا نشوف البلوري اوبستراكتيف ديزيز. بالتاكيد التوتال بيلوروبين عالي، اكيد. من اللي علّى التوتال بيلوروبين؟ اللي علّاه اكيد اللي هو الكونجيجيتد، لانه حصل اوبستراكشن، بمعنى صحيح الان كونجيجيتد حيزداد، لكن اللي حيزداد ماركدلي اللي هو الكونجيجيتد، لانه في اوبستراكشن، فالكونجيجيتد يتكون ما قدرش يتصرف، فهو اللي حيزداد. الاي ال تي والاي اس تي حيكونوا مايلد اليفيتد، القلب والجي جي تي حيكونوا ماركت اليفيتد، فلا تنسوهاش. وتذكروا ان احنا قلنا انه لو ما يكون في بيلوري اوبستراكتيف ديزيز، ان البايل بتعمل اروجن في الهيباتوسايت، فبتطلع كل الالكالاين فوسفاتيز وكل الجي جي تي، فبالتالي حيكون في ماركت اليفيتد. بالنسبه للستول حيكون بيل بالتاكيد، لان الكونجيجيتد هو اللي زايد، والكونجيجيتد ده ما قدرش يحصل ان الليفر تطلعه، لانه في ابستراكشن، فبالتالي ما فيش ستيريكوبيلينوجين، وبالتالي الستول بيل. بالنسبه لليورين بالتاكيد دارك، لانه الكونجيجيتد موجود، والكونجيجيتد ده ووتر سوليبل، فبالتالي حيروح للبلد، ومن البلد الى الكدني، وبالتالي حيكون لون البول لون احمر. ان شاء الله عز وجل في المحاضره القادمه حنبدا نتعلم السكيم، او نتعلم النظام اللي بنستطيع من خلاله ان احنا نقرا اي نتائج ليفر بشكل بسيط، بمعنى ان احنا حنعمل نظام، ومن خلال هذا النظام نطبقه، وحنستطيع ان احنا نقرا نتائج الليفر بشكل سلس وسهل. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.